يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتبقى حلقات دسمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، تحديدا فيما يتعلق بالصعيد العالمي الصعيد المحلي، وبالأخص كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله الهامة جدا. كل ده كلام هيكون معانا على مدار حلقة اليوم من الترند، لكن دايما بيكون مهم قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. والسؤال بيتعلق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمجلس الجديد اللي هيدير الكرة الأفريقية خلال الفترة اللي جاية، إيه اللي مطلوب منه لتطوير الكرة الأفريقية؟ تقدروا تبعتوا كل طلباتكم وهناخدها في الجزء الأخير كما هو المعتاد من برنامج الترند، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: بعثة الأهلي تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل السفر. وأخيرا كاف يمنع الحضور الجماهيري لكافة مسابقات. مباريات اليوم، وطبيعي في اول اسبوع بيبقى في عدد كبير من المباريات في مختلف الدوريات. خلينا نبتدي بالبطوله المحليه. المره دي مش هتكون بطوله الدوري بس، لا كمان بطوله كاس مصر. في عدد من المباريات، تحديدا بطوله الدوري مباراه انبي والمصر الساعه 7 بالليل، مباراه مهمه للفرقتين. اما في بطوله كاس مصر، مباراه ابتدت في هذه اللحظات ما بين بيراميدز وفريق العبور في اطار دور ال 16 من هذه البطوله. ده فيما يتعلق بالبطولات المصريه المحليه. اما بخصوص الدوري الانجليزي ففي مباريات مهمه جدا النهارده، بدايه من مباراه ليدز يونايتد وتشيلسي، المباراه اللي ابتدت في تمام الساعه 2:30 ظهرا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفرقتين. وايضا في مباراه ما بين كريستال بالاس وويست بروميتش البيون، دي ابتدت في هذه اللحظات لسه التعادل سلبي في اول دقائق هذه المباراه. الساعه 7:30 مباراه ايفرتون مع بيرنلي، والساعه 10 بالليل فولام مع مانشستر سيتي المنتشي بفوز كبير في المباراه الاخيره في بطوله الدوري الانجليزي. اما مباريات الدوري الاسباني، دوبورتيفو الافيز لاعب قادش في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. ريال مدريد مع اليتشي الساعه 5:15، اوساسونا مع بلد الوليد الساعه 7:30، وختافي مع اتلتيكو مدريد الساعه 10 بالليل. اما بخصوص الدوري الايطالي فمباراه ساسولو وهيلاس فيرونا، مباراه شوطها الاول انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، والشوط الثاني على وشك البدايه. بينفنتو مع فيرنتينا الساعه 7 بالليل، وجنوا مع اودينيزي الساعه 10 الا ربع مساء. دي اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات المحليه والعالميه، لكن الكلام المهم كله واخر التفاصيل اللي بتتعلق بالنادي الاهلي واستعدادات الاهلي للمواجهه المرتقبه امام فريق فيتا كلوب. تفاصيل كتير جدا هتكون معنا بعد الفاصل، استنونا. طيب في البدايه، وقبل ما نتكلم على فريق كره القدم بالنادي الاهلي واللي عنده تحدي غايه في الاهميه واحد اهم مباريات النادي الاهلي هذا الموسم مباراه فيتا كلوب، لكن في الحقيقه في بعض الامور كده اللي بتخلي الواحد دايما يشعر بالفخر بانتمائه للنادي الاهلي، وبالتحديد الحدث الابرز على مدار ال 48 ساعه السابقه، واكثر تحديدا كمان يوم الخميس اول امبارح، كان افتتاح فرع النادي الاهلي بالاقصر، وده كان حدث مهم جدا. ومن الطبيعي ومن المنطقي قوي قوي ان اي نادي بحجم وشعبيه وجماهيريه وتاريخ النادي الاهلي ان هو يكون ليه فرع في مختلف انحاء جمهوريه مصر العربيه، لما يمتلكه النادي الاهلي من كم كبير جدا جدا من جماهيره العظيمه اللي مش موجوده بس في مصر، لا موجوده في العالم كله، وده امر حقيقي وواقعي. لكن بالتحديد كانت حاجة أكثر من رائعة حفل الافتتاح لفرع النادي الأهلي بالأقصر، سواء تنظيم سواء شكل سواء فقرات مهمة ومتنوعة، بخلاف كمان منظر النادي نفسه الأهلي، النادي الأهلي في الأقصر، حاجة أكثر من رائعة وحاجة تخلي الواحد أنه هو دايما دايما يفتخر بانتمائه للنادي الأهلي، هذا النادي الكبير والعظيم. أمور كتير جدا مهمة، أمور كتير جدا مميزة. وبالمناسبة مش دي آخر فقرة أو مش آخر
خطوه بالنسبه للنادي الاهلي في اطار التطوير الدائم، لكن لسه في مفاجات اخرى كتيره جدا هتكون مميزه جدا لكل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. مبسوطين جدا جدا كمان بالشراكه الكبيره اللي ما بين النادي الاهلي وشركه الاستادات الشركه الوطنيه، واللي بنشوف نتاج هذه الشراكه على ارض الواقع من خلال بعض الخطوات الهامه جدا اللي تم اتخاذها، سواء بتطوير قناه النادي الاهلي، سواء باستاد الاهلي والسلام، فرع الاهلي بالاقصر، ولسه برضو في مفاجات كمان كتير هتكون مهمه. انا بس عايز اروح افكر حضراتكم بكلمه الكابتن محمود الخطيب في هذا الافتتاح وهذا الحدث الكبير، بعديه نرجع نعلق. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بجميع السادة الحضور وجميع المشاهدين والمتابعين لهذا الحدث الكبير. الحمد لله رب العالمين، إحنا في لحظة ومناسبة تاريخية يجب أن نفخر بها كل أهلاوي. النادي الأهلي النهاردة على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة، أرض الحضارة والتاريخ، أرض أهلنا أجدادنا وإخواتنا وأبنائنا وأحفادنا في مدينة الأقصر الجميلة. وزي ما هي عادة النادي الأهلي دايما أن يعني يكون الرائد والسباق وصاحب رسالة، صاحب رسالة وطنية، وده دوره على مدار التاريخ، أن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها بلدنا الحبيبة في كل المجالات بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه مؤسسات الوطن لوضع مصر في المكانة التي تستحقها. يمكن هنا أحب أن نحكي لحضراتكم عن كيف جاءت فكرة أهل الأقصر. في البداية اتصل بي صديقنا نائب الأقصر الأستاذ أحمد إدريس وعايز يعرض عليا فكرة، والحقيقة استقبلته في النادي وشرفنا في النادي، وكانت الفكرة إن في نادي مميز في مدينة طيبة في الأقصر، ليه النادي الأهلي ما يستغلش هذا الأمر؟ فأنا بشكره جدا على اهتمامه ببلده واهتمامه طبعا بالنادي الأهلي. كمان في نفس اللحظة لقيت شركة استادات الوطنية الحقيقة بتقول لي نفس الموضوع بس كمان بقى بشيء أكبر شوي، وهي وحدة الأهلي الاقتصادية، مش بس يكون استاد أهل الأقصر، لا وكمان استاد الأهلي والسلام، وكمان مجمع حمام السباحة، وكمان تطوير قناة الأهلي. مجموعة كبيرة، أعتقد أن كان هناك نقاشات طويلة وقعدنا مع بعض كتير مع قيادات شركة استادات، إن أنا بشكرهم كلهم حقيقة على مدى عمق رؤيتهم وأفكارهم تجاه كيفية إسعاد يعني الجميع أو إسعاد الجماهير الرياضية في كل المحافظات. ويمكن الحمد لله بدأ اللعب فعلا في استاد الأهلي والسلام، وإنشاء يعني إن شاء الله يعني يستكمل بعض الحاجات الصغيرة اللي احنا لازم هنتكلم مع بعض فيها بإذن الله، تبقى حاجات بسيطة في استاد الأهلي والسلام عشان تكون الصورة كاملة بإذن الله. وكم تم تطوير القناة أعتقد على أحدث يعني ما يعني اللي انتوا شايفينه، يعني حاجة فعلا نفخر بها جميعا يعني. ونأمل الحقيقة أن يعجلوا بافتتاح مجمع حمام السباحة بإذن الله قريب إن شاء الله. والنهاردة بنفتتح أهلي الأقصر. مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي وأنا معهم، إحنا سعداء جدا جدا بوجودنا النهاردة على أرض جنوب مصر لنساهم في رعاية النشأ والتواصل الاجتماعي
والثقافي وفتح آفاق جديدة للشباب، ويمكن ده الدور الكبير اللي دكتور أشرف صبحي مهتم بيه جدا جدا يعني. وعلى فكرة الصعيد قدم لمصر مواهب كثيرة جدا في جافة المجالات، مش بس رياضة، في الثقافة وفي الشعر، في حاجات كتير جدا. وهنا يجب ان احنا نهتم جميعا بأهل الصعيد، أهلنا. ويمكن عايز اقول هنا برضو في حاجة مهمة جدا، ان الأقصر ان شاء الله دي بداية وليست نهاية. النادي الأهلي نسعى، مجلس إدارته نسعى أن يساهم الأهلي في إتاحة فرص أكثر لمواهب الصعيد إن شاء الله في الأوقات القادمة بإذن الله. وإن شاء الله إحنا مستمرين في أداء رسالتنا ودورنا المجتمعي تجاه بلدنا، ومستمرين أيضا في التعاون مع كل الشركات الوطنية المصرية. مبروك أهل الأقصر، وكل الشكر والتقدير لجماهيرنا وأعضاء النادي الأهلي لدعمهم المستمر، دعمهم المستمر ليبقى ويستمر دائما. الأهلي تاريخ مبادئ تطوير. ومن هنا بشكركم جميعا مرة تانية، بشكر جميع الحضور، بشكر كل من ساهم في هذا الأمر، وعلى بركة الله نفتتح أهلي الأقصر. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني كلمات مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم الأفريقية، وبخصوص أهلي الأقصر وهذه الخطوة الهامة جدا، وتأكيده على أنها مش هي آخر خطوة أو مش آخر شيء في إطار التطوير الدائم بخصوص النادي الأهلي، لكن لسه في أمور كتير جدا ومفاجآت كتير جدا زي ما قلنا لحضراتكم، وزي ما أكد كمان الكابتن محمود الخطيب في كلمته. أهم كمان ما قاله الكابتن محمود الخطيب وهو مشاركة النادي الأهلي الدولة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وده دور دايما النادي الأهلي الوطني اللي احنا متعودين عليه في كيفية التنمية وكيفية دفع عجلة الإنتاج بخصوص التطوير الدائم، مش بس بقى كمؤسسة النادي الأهلي، لا، كجمهورية مصر العربية، وده دور مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. أيضا كان في كلمات مهمة قوي قوي من السيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب في طبعا على هامش هذا الحفل أهلي الأقصر، ونشوف الكلمات بتاعته، وكلمات في الحقيقة مقتضبة شوية لكن هي مهمة جدا جدا. خلينا نروح نشوفها ونرجع مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد محمد عبد القادر نائب محافظة الأقصر، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في واحد من المشروعات الرياضية الاجتماعية الثقافية الكبرى في بقعة من أغلى بقاع مصر. أهلا بكم في نادي الأهلي الأقصر. إنه لي يسعدني ويشرفني أن أكون بين حضراتكم اليوم في افتتاح هذا الصرح الكبير. من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل، نبني ونعمر ونطور لصالح مصر الغالية. من الأقصر بلد الحضارة العريقة التي أبهرت العالم كله لتحكي التاريخ بأروع الحكايات، واليوم يطل علينا نادي التاريخ من بوابة التاريخ، حيث يبرهن النادي الأهلي دوما أنه مؤسسة وطنية كبرى قدمت مواهب عظيمة وأمدت المنتخبات الوطنية بنجوم كبار في كافة الألعاب ورفع علم مصر في المحافل الدولية. ومن أرض الطيبة والكرم والأخلاق مدينة طيبة تحكي لنا اليوم نتيجة التعاون والشراكة المثمرة بين شركة استادات والنادي الأهلي، وهي قصة نادي الأهلي الأقصر. أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا الحدث الكبير، إنه تعاون مثمر بين جهات الدولة المختلفة، وهدفنا في النهاية إسعاد المواطن العزيز من أهلنا الكرام في الأقصر خصوصا وجميع محافظات مصر عموما. وسوف تستمر شركة استادات بدعم اتجاه الدولة لخدمة ملايين المصريين ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وخصوصا بين الشباب، من خلال خلق فرص استثمارية ضخمة
وتطوير المنشآت الرياضية بالمناطق الواعدة في المحافظات والقرى. نتمنى للنادي الأهلي مزيدا من النجاح والتطوير، وللأقصر بلدنا كل المحبة والتقدير، ونحن افتتاح مشاريع أخرى قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا كلمات مهمة جدا من السيد سيف الوزيري رئيس شركة استادات والعضو المنتدب، وعلى أهمية طبعا مساعدة النادي الأهلي، وأهمية جزئية مهمة جدا التعاون المثمر من جهات الدولة بشكل كامل في كيفية التنمية ودفع عجلة الإنتاج، وكلمات في الحقيقة كلها غاية في الأهمية. شركة استادات شركة وطنية جدا، وأنا عاجبني قوي قوي التعاون اللي ما بينهم وما بين النادي الأهلي، بما أن النادي الأهلي طبعا مؤسسة وطنية كبيرة جدا جدا. إن شاء الله التعاون ده يستمر، وإن شاء الله بإذن الله كل الأهداف وكل الاتفاقات اللي تم الاتفاق عليها على مدار الفترة اللي فاتت كلها، واللي هتحصل كمان خلال الفترة اللي جاية كلها، تكون موجودة على أمر على أرض الواقع، وده أمر إحنا متأكدين منه بشكل كبير. خليني أقول لحضراتكم كمان اللقطات اللي بتشوفوها دي كانت على هامش الحفل وتكريم شركة استادات، متمثلة في السيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، للكابتن محمود الخطيب كشخص شخصه يعني، وأيضا للنادي الأهلي ككيان ومؤسسة وطنية كبيرة جدا، وكلها في الحقيقة أمور مهمة ومميزة جدا. أتمنى دايما كل التوفيق سواء لشركة السادات أو كمان للنادي الأهلي في نتائج تكون جيدة لكم كبير جدا من الاتفاقات ما بين المؤسستين، وإن شاء الله يكونوا موفقين في إسعاد الشعب المصري وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. دي كانت جزئية مهمة وكان ضروري قوي قوي إن إحنا نتطرق ليها مع بداية الحلقة النهاردة. ما كناش محظوظين إن إحنا نكون عندنا حلقة امبارح بعد الحدث المهم ده، لكن برضو قبل ما اطلع الفاصل لازم أؤكد على التغطية الممتازة اللي كانت من خلال قناة النادي الأهلي لهذا الحفل، من خلال زمايلنا الأعزاء الكتير اللي كانوا موجودين يوم الخميس، سواء اللي كانوا في الأقصر أو حتى اللي كانوا موجودين هنا من خلال استوديو القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي. كانت حاجة في الحقيقة أكثر من رائعة، فوجب الشكر والتقدير والتحية ليهم بشكل كبير، وده دايما اللي احنا تعودنا عليه من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى في الكرة شوية، ونتكلم على الأهلي واستعداداته للمباراة الهامة جدا أمام فيتا كلوب، وإزاي الأهلي هيواجه هذا الفريق في ظروف هتكون صعبة جدا، لكن متفائلين خير بإذن الله تعالى بفريقنا فريق النادي الأهلي. بعد الفاصل تفاصيل كتير، يلا بينا. طيب الظروف خلت أن مباراة فيتا كلوب تكون أهم مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم على أقل تقدير بخصوص هذه المرحلة، بسبب التعادل اللي كان مع فيتا هنا في القاهرة، وكانت نتيجة غير متوقعة ومفاجأة كبيرة، تحديدا بعد ما شفنا مجريات المباراة والفرص الهائلة اللي ضاعت من النادي الأهلي. لكن انت اتحطيت في ظرف لازم تبقى على قد الظرف ده، ولازم ان انت تثبت بشخصيتك شخصية النادي الأهلي انك تقدر تتخطى اي عقبة او اي ظروف ممكن تكون قدامك. المباراة هي الأصعب بالنسبة للنادي الأهلي خلال هذه المرحلة، ده أمر مؤكد. المنتظر من هذه المباراة نتيجة إيجابية، ويا ريت تكون الفوز عشان تبقى يعني في شكل أو بآخر أريحية مناسبة للنادي الأهلي في إطار المنافسة على التأهل للأدوار المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المنافسة صعبة طبعا، صعبة في كل الأحوال، وفي أي دور من أدوار هذه البطولة الهامة والأغلى لازم هتلاقي منافسة صعبة، لكن انت لازم تبقى قد المنافسه دي، ولازم انك تقدر انك تثبت احقيتك بانك بطل لبطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا كان يستحق هذه البطوله، لكن مهم قوي انك تستمر لابعد مكان في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي بطوله مهمه طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. في ظروف كتير بتتعلق سواء بغيابات، ظروف كمان بتتعلق بملعب المباراة، أرضية ترتان، توقيت المباراة الساعة 3 العصر يوم الثلاث برضو توقيت صعب شوية، حاجات كتير جدا جدا ممكن تكون هي ظروف بتؤثر بشكل أو بآخر على فريق النادي الأهلي. الرطوبة كمان العالية جدا جدا هناك في الكونغو، لكن إزاي هتقدر تتعامل مع الأمور دي، إزاي هتقدر تتخطاها؟ إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين، ده أمر مفروغ منه. حتى لو الأهلي في الفترة الحالية مش بيمر بأفضل مستوياته، وده أمر بيبقى طبيعي لأن أنت مش دايما هتفضل في التوب
خصوصا بعد المنافسات الكبيره اللي انت شاركت فيها على مدار الفتره اللي فاتت، والمجهود البدني الكبير اللي بذله اللاعبين والمجهود الذهني الكبير اللي بذله الجهاز الفني، فكلها امور طبيعي جدا تؤدي الى انخفاض في مستوى اداء النادي الاهلي والمستوى البدني بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الاهلي باذن الله يكون في الموعد، باذن الله يقدر يتخطى هذه العقبه الهامه من خلال انتصار، يقدر النادي الاهلي ينتصر هناك على فيتا كلوب ان شاء الله الاهلي يكون موفق. كلام كتير بيتعلق سواء بحكم المباراه جوشوا بوندو الحكم البوتسواني الشهير او اللي بقى شهير بالنسبه لنا بعد مباراه النجم الساحلي السنه اللي فاتت وطرد ايمن اشرف في اول 12 دقيقه هناك في ملعب رادس بتونس، وكان حكم في الحقيقه سيء قوي قوي. وكمان امور اخرى ممكن تكون مضايقه جماهير النادي الاهلي، وانا بحب دايما اتكلم بوضوح يعني سواء فيما يتعلق بمعلق هذه المباراه على القنوات اللي هتنقل المباراه بشكل حصري، وعارفين مواقفه وكرهه للنادي الاهلي، كلها امور عارفينها. لكن مش عايزين نقف عند الحاجات دي، النادي الاهلي اكبر من كده وجماهيره اكبر من كده بكتير. لو معلق مضايقنا ممكن نجيب مثلا ايه معلق الانجليزي، او ممكن نروح ايه عاملين ميوت كده نقفل الصوت ونتفرج على الاهلي في كل الاحوال يعني. لكن بخصوص كمان حكم المباراه مش هنتكلم على حكم المباراه، ومش النادي الاهلي هو اللي يحاول يعلق على التحكيم قبل مباراه هتتلعب. التحكيم ده اخر بند ممكن نتكلم فيه. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه. لو جينا ركزنا على التحكيم وان الحكم سيء، هو سيء، احنا عارفين انه سيء، عارفين انه سيء. الاتحاد الافريقي اختاره، خلاص اختاره، هنقدر نغير حاجه؟ مش هيتغير، صعب، صعب جدا يعني. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال حتى لو كان في اخطاء كمان من حكام اخرين زي ما شفنا في الماتش الاخير، ضربه الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي غير حقيقيه بالمره، انت بطل وانت هتقدر تتخطى كل هذه الامور وتقدر تحقق هدفك بالتاهل من دور المجموعات رغم صعوبه المنافسه. هتقولي لا الانديه الموجوده مش قد كده، لا فرق كبيره، مفيش فريق دلوقتي في افريقيا بقى ضعيف، ودينا بنشوف المنافسات في مختلف المجموعات الدنيا ماشيه ازاي. فان شاء الله الاهلي يقدر يفوز، وان شاء الله باذن الله حتى لو في غيابات كتير تتمثل في عناصر مهمه جدا سواء علي معلول سواء وليد سليمان محمود وحيد كهراء، عدد من اللاعبين يعني الغايبين عن هذه المباراه، لكن ان شاء الله الاهلي يقدر يتخطى هذه العقبه ويقدر باذن الله يحقق امال وطموحات جماهير النادي الاهلي. انا عايز اتكلم مع حضراتكم في اخبار بتتعلق بالفريق وقبل السفر تحديدا النهارده. هو الفريق خلاص اتحرك الساعه 3 العصر تحديدا على متن طائره خاصه في اتجاهه للكونغو في رحله هتستغرق حوالي 5 ساعات ونصف ان شاء الله، نتمنى لهم الوصول بالسلامه. بيترأس طبعا البعثه السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ودي لقطات زي ما حضراتكم شايفينها كده من مغادرة فريق النادي الأهلي للقاهرة في اتجاهه للكونغو، الكونغو تحديد كينشاسا، عشان يؤدي هذه المباراة اللي هتكون يوم الثلاث المقبل، وهي أصعب مباراة خلال هذه المرحلة. لكن اللي بيهمني دايما الأمور اللي بتحصل على هامش سواء مران الأهلي الأخير أو على هامش السفر، كلها بتبقى حاجات مهمة جدا. الكابتن محمود الخطيب النهاردة اجتمع مع لاعبي النادي الأهلي بالتحديد بعد ما خلص المران، يعني التمرين خلص وهو تابع المران كمان، وأول ما خلص التدريب وهم جاهزين كده رايحين على الأوتوبيس عشان يروحوا المطار، وقفوا اتكلم معاه في أمور مهمة جدا وبالتحديد فيما يتعلق بالمباراة، وكلمات كانت محددة ومهمة من الكابتن محمود الخطيب، وأعتقد هو دافع كبير جدا جدا هذه الكلمات، أو هي دافع كبير بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. كل اللقطات حضراتكم شايفينها طبعا بشكل حصري على قناة النادي الأهلي وبشكل دائم، كل الكواليس بنغطيها لحضراتكم، ده أمر مفروغ منه. لكن الكابتن محمود الخطيب قال مهمة قوي إن احنا نلعب المباراة دي بمنتهى القوة والجدية، لازم ان احنا كمان نكون في الموعد ونكون على قد الموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه، لكن في نفس الوقت احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيكم كجهاز فني وكلاعبين، واثقين ان انتوا هتقدروا تحققوا نتيجه ايجابيه من خلال هذه المباراه عشان نقدر نواصل المشوار في دوري ابطال افريقيا. قال لهم كمان انتوا عندكم مسؤوليه كبيره قوي تجاه ناديكم النادي الاهلي وتجاه جماهيركم اللي دايما بتكون وراكم بشكل كبير وفي اي مكان بدعوات طبعا جماهير النادي الاهلي، وقال ان في ثقه كبيره جدا من الجماهير فيكم كعناصر للفريق. بعد كلمات الكابتن محمود الخطيب الكل ارى الفتحه وتوجه الفريق للاتوبيس الخاص بيه عشان يوصلوا لمطار القاهره الدولي، و
بإذن الله يوصلوا كمان للكونغو بألف سلامة. ده فيما يتعلق بالجلسة اللي حضرتكم شايفينها بخصوص جلسة الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين. بس أنا عايز أفكر حضرتكم كمان بقائمة النادي الأهلي اللي هتسافر بخصوص هذه المباراة أو اللي هي في الطريق دلوقتي للكونغو. قائمة النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع احمد رمضان، بيكم، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن اشرف، سعد سمير زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، كمان رامي ربيعه، محمد هاني، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السليه، اكرم توفيق، ومحمد مجدي قفشه، جونيور اجاي، وحسين الشحات، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر. ده فيما يتعلق بوسط الملعب. اما في خط الهجوم كل من صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن، وولتر بواليا، واحمد نبيل كوكا ناشئ النادي الاهلي. دي قائمه الفريق. بيغيب طبعا عن النادي الاهلي كهربا للايقاف من قبل النادي نفسه، ومحمود وحيد وعلي معلول للاصابه، ووليد سليمان لعدم جاهزيته الكامله. يعني وليد خلاص خلال ايام ان شاء الله يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. لكن طبعا هي اصابه علي معلول هي اللي يعني ايه ممكن تكون ضايقت جماهير النادي الاهلي، لان علي معلول مفتاح مهم قوي بالنسبه للفريق. لكن كلها امور بتحصل في كره القدم، وقدر الله ما شاء فعل. كنا محتاجين جدا جدا نشوف علي معلول خلال الفتره الحاليه، بالتحديد مع جونيور اجاي اللي بيتالق بشكل كبير، وثنائيه اكثر من رائعه، وتفاهم كبير جدا ما بينهم سواء لما كانوا في الصفاقسي او لما انضموا للنادي الاهلي. دايما كنا بنشوف يعني جمل مميزه جدا ما بينهم، وكان مفتاح لعب بارز بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله علي معلول من 3 لـ4 أسابيع غياب، ويعود ان شاء الله باذن الله لفريق النادي الاهلي يشارك في التدريبات الجماعيه، ومن ثم المشاركه في المباريات. النهارده كمان موسيماني كان عنده محاضره مهمه جدا على هامش المران مع الفريق، واتكلم معاهم على اهميه هذه المباراه وكيفيه خوض هذه المواجهه، وكيفيه كمان التعامل مع الظروف الصعبه اللي بيمر بها النادي الاهلي، او بالتحديد كمان الظروف اللي بتتعلق بالمباراه نفسها، وانا اتكلمت فيها مع حضراتكم من شويه. الأهلي عنده الخبرات الكافية اللي من خلالها يقدر يتعامل ويتغلب على أي ظرف يقدر يقابله أو أي عقبة يواجهها الفريق. وأكد كمان مستر موسيماني على قوة فريق فيتا، لكن ركز كمان على بعض الجوانب الخططية والفنية اللي بتتعلق بالفريق الكونغولي وكيفية مواجهة هذه الجزئيات. كمان الجهاز الفني النهاردة على مدار المران ركز على تدريبات الكرة. قبل تدريبات الكرة كان في بعض التدريبات البدنية والفنية والتكتيكية، لكن كان أغلب فقرات المران يعني تدريبات بتتعلق بالكرة، وده أمر كان مهم. من ضمن الأخبار المبهجة والمميزة هو مشاركة أيمن أشرف في المران الجماعي بشكل كامل بكل فقراته. ده معناه إيه؟ معناه أن أيمن أشرف خلاص جاهز بنسبة 100% لمباراة يوم الثلاث بإذن الله. ولو جاهز طبعا أيمن أشرف أكيد هو هيكون متواجد في مركز الظهير الأيسر، لأنه الوحيد اللي موجود في المكان ده، هو مركزه الأساسي قبل ما كان يكون موجود كمساك في خط دفاع النادي الأهلي. هو لاعب مميز ومهم جدا. احنا عارفين أيمن كان بيغيب بسبب شكوى من إجهاد عام، وكان عنده كدمة بسيطة كده في كاحل القدم. فيما يتعلق بقى بطاهر محمد طاهر، طاهر النهارده ما شاركش في التدريبات بشكل جماعي. هل ده معناه ان هو مش هيكون جاهز للمباراة؟ لا، مش معناه كده. النهارده كان عنده بعض التدريبات التأهيلية اللي من خلالها بيتم تجهيزه للمباراة بتاعت يوم الثلاثاء. امتى يشارك في التدريبات الجماعية؟ بإذن الله، بإذن الله مع أول مران للنادي الأهلي في كينشاسا يكون موجود طاهر مع المجموعة بشكل طبيعي، وبالتالي يكون متاح للجهاز الفني في مباراة فيتا يوم الثلاثاء. هو أيضا كان عنده إجهاد عضلي. ده فيما يتعلق بأهم وآخر الأخبار بخصوص فريق النادي الاهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، يوصلوا بالسلامه بس الاول، ويقدروا يفوزوا في هذه المباراه المرتقبه، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم كعناصر جهاز فني، وايضا كلاعبين مميزين جدا حتى في ظل الغيابات الكثيره جدا في صفوف الفريق. ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه. طيب انا هروح لفاصل سريع، لسه عندي تفاصيل اخرى تتعلق بالفرقه، وامور كمان بتتعلق باخر اخبار النادي الاهلي على السوشيال ميديا، بس بعد الفاصل استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا، تحديدا في ترند الاهلي، ونبتدي بحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، واللي بيتكلم على تكريم النادي الاهلي محمد الشناوي، ومن خلال مدرب الحراس ميشيل يانكن، واللي بيسلم الشناوي جائزه نصر شهر فبراير بالاهلي. في الحقيقه الشناوي عامل يعني مباريات اكثر من رائعة، وبيأدي بشكل ممتاز جدا مع الفريق. هو أبرز حارس في القارة الأفريقية، ده أمر طبعا معروف للجميع. نتمنى له دايما الاستمرار على هذا المستوى المميز. خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونرجع مرة تانية.
طيب ده كان الفيديو اللي من خلاله سلم ميشيل يانكن جائزة لاعب الشهر لمحمد الشناوي، طبعا أحد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الأهلي كحارس مرمى، وده كان أول خبر معنا، لكن لسه الكلام عن الشناوي مستمر، وده من خلال حساب في الجول على فيسبوك واللي بيقول بعد فوزه بأفضل لاعب في الأهلي خلال شهر فبراير. أرقام الشناوي كالآتي: 6 مباريات في الشهر ده، شباك نظيفة في 3 مباريات، اهتزت شباكه في 4 أهداف، منهم هدفين من بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، وهدف من سيمبا، وهدف من طلائع الجيش. أرقام مميزة للشناوي لو أنت يعني تغاضيت عن هدفين بايرن، ففي الحقيقة الشناوي ماشي بشكل أكثر من رائع. هدفين بايرن، أنت بتلعب فريق كبير، يعني طبيعي جدا أن هو يعني نفسك بمنتهى القوة ويقدر كمان يحرز فيك أهداف. لكن خلينا نروح للأهرام على تويتر، حسابهم الرسمي، وبيتكلموا على أن الأهلي يطلب التدريب مرتين على ملعب الشهداء بكنشاسا، وده اللي هيحصل بالمناسبة، لأن دي لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن أي فريق هيلعب على مباراة خارج ملعب على ملعب ترتان يحق ليه التدريب مش مرة واحدة بس، لا يحق ليه التدريب مرتين، وده اللي أكيد هيعمله النادي الأهلي بالتنسيق طبعا من الاتحاد الأفريقي وفريق فيتا كلوب، عشان اللاعبين ياخدوا على أرضية الملعب اللي هتكون صعبة بكل تأكيد لأن هي أرضية ترتان. طيب دي كانت أهم الأمور في ترند الأهلي. هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات حلقة الترند النهارده، يلا بينا. طبعا زي ما احنا عارفين امبارح كانت انتخابات الاتحاد الافريقي لكره القدم، واحنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم الاسبوع اللي فات وقلنا كل الامور اللي هتحصل واللي حصلت بالفعل بالامس، وخلاص الجنوب افريقي باتريس موسيبي رئيس سان داونز السابق، خلاص اكيد هيكون السابق ان لم يكمل مدته مع فريق سان داونز، بقى خلاص هو رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجديده المقبله. بالتالي النادي الاهلي هنأ رئيس الاتحاد الافريقي الجديد ويعني تبادل التهنئه بخصوصه بالمنصب اللي جديد بالنسبه له، ونتمنى له كل التوفيق. كمان الاهلي هنأ المهندس هاني ابو ريده بعضوية المجلس التنفيذي لفيفا، وده كان أيضا من خلال امبارح، وكلها أمور كانت مهمة جدا في الحقيقة. وسؤال الحلقة عايز أفكر حضراتكم مرتبط بالجزئية دي، ويعني الطلبات الأهم أو الأمور المهمة اللي لازم يقوم بها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة اللي جاية من خلال الرئيس الجديد عشان يطور الكرة الأفريقية. كمان من ضمن الأخبار المهمة كمان الكابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي وجه التهنئة لرئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع بمناسبة فوزه بعضوية المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف. من ضمن كمان الأخبار المهمة وهو بخصوص قرار من الاتحاد الأفريقي وبيتعلق بإقامة كل المباريات سواء للمنتخبات أو الأندية دون حضور جماهيري لفترة مؤقتة بسبب انتشار فيروس كورونا. احنا شفنا بعض المباريات خلال الفترة اللي فاتت بحضور الجماهير، كانت أبرزها مباراة الأهلي وسيمبا، وشفنا الاستاد تقريبا كان شبه مكتمل يعني أو 50% منه يعني. فده قرار يعني النهاردة من الاتحاد الأفريقي إن مفيش هيكون فيه أي جماهير في أي مباراة سواء للمنتخبات أو للأندية خلال الفترة اللي جاية. لكن خلينا نرجع لسؤال حلقة النهاردة والطلبات أو الأمور المطلوب تحقيقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كمقترحات يعني خلال الفترة الجاية عشان يتم تطوير من خلالها الكرة الأفريقية. فبالتالي خلينا نشوف تفاعل حضراتكم واقتراحات حضراتكم كانت عبارة عن إيه. ساسا النجم قال لك إيه؟ قال لك العدالة التحكيمية هو أبرز اقتراح، مش اقتراح ده بقى، ده شيء يعني المفروض يحصل بشكل بديهي لان شفنا اخطاء تحكيميه كبيره جدا على مدار سنوات عديده خلال الفتره اللي فاتت. واصلاح الملاعب ده برضو حاجه مهمه قوي قوي، وتكافؤ الفرص لجميع الانديه لازم بطوله افريقيا يكون ليها شان، ده امر مهم. علاء انيس قال مطلوب منهم ان يعينوا حكام يكونوا في اعلى درجه او اعلى درجه تركيز وبالذات في ماتشات النادي الاهلي، بالتوفيق لابطال افريقيا يوم الثلاث، وتركيز النادي الاهلي اكيد او جماهيره تحديدا بخصوص المباراه المقبله يوم الثلاث باذن الله تعالى.
في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للمجلس الجديد لإدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكمان الأهم بالنسبة لنا كل التوفيق يكون حليف النادي الأهلي في مباراة يوم الثلاث أمام فريق فيتا كلوب في الكونغو، المباراة اللي هتكون في تمام الساعة 3 عصرا بإذن الله تعالى. ثقة كبيرة جدا في الجهاز وفي اللاعبين، إن شاء الله يحاول مطلوب ويسعده جماهير النادي الأهلي على غرار الفترات اللي فاتت الكثيرة. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.